groupe d'université, surtout pour les projets IT chez le groupe Marriott, sur aller et atteindre cette transformation digitale. Et je mets le moyen en ce moment pour développer cet écosystème, ou de transmettre ce qui est en train de se faire et qui sont... Introduire la transformation digitale, ce qu'il faisait quoi, ce qu'il voulait faire. Alors, c'est quoi, à votre avis? Ben, attention, ça, tous les aspects technologiques, tout ce qui est culturel et les opérations. Pourquoi on veut faire cette transformation digitale? Et qu'est-ce qu'elle va amener? Vous pouvez... Un, la transformation digitale des produits, et on va voir. إذن في الدورة 76 التكوينية لنادي الصحافة أريدو اخترنا موضوع آني، موضوع يهم كل فئات المجتمع ويهم الصحفيين كذلك، هو حول التحول الرقمي، تحديد المفاهيم، ما هي الرقمنة، ما هو التحول الرقمي والاستعمالات المختلفة للرقمنة في مختلف المجالات. فارتأينا أن هذه المحاضرة وهذه الدورة التكوينية تقدم من السيد جلال بو عبد الله، هو خبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال وخاصة في مجال الرقمنة، لأن هذا الموضوع الآن آني يهم مختلف القطاعات الاقتصادية الاجتماعية حتى البحث العلمي والجامعة. فالجزائر شهدت تطور يعني ملحوظ في مجال الرقمنة، خاصة في مجال التعليم العالي، قطاع العدالة، قطاع الداخلية والجماعات المحلية وقطاع التجارة، وفيه يعني تطور، ولكن فيه بعض يعني التحسينات التي يجب إدخالها حتى تصبح الرقمنة معممة في مختلف المجالات. J'ai essayé un petit peu d'expliquer et de mettre à plat les différents concepts qu'on a chauffés par rapport à la transformation numérique, la digitalisation ou la numérisation. Donc الرقمنة، الرقمنة العمليات والتحول الرقمي. هما ثلاث مفاهيم، كل واحد واش المغزى منه واش هو لوبجيكتيف ديرير. دونك اون اكسبيكي ان تي بو سكي فالي فير اي كيل سون لي ديفي اي لي اوبورتونيتي لي تقدمهم لنا واللي يقدمهم لنا التحول الرقمي، وكيفاش الجزائر تقدر تلحق وتجسد هذا التحول الرقمي اللي رانا نشوفوه الان.